السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمرة من التعليق إلى خطط التفويض. كيف ستكون العمرة في ظل كورونا؟ مسارات منفصلة للدخول والخروج، وضع كاميرات حرارية، تخصيص صحن المطاف للمحرمين فقط، الطاقة الاستيعابية لقاصدي المسجد الحرام لن تتجاوز 40%. منذ تعليقها في مارس الماضي بسبب كورونا، وأعين جميع المسلمين حول العالم تترقب أنباء تروي ظما عطشهم لزيارة بيت الله الحرام. إنها العمرة التي ينتظرونها الجميع، وترددت الكثير من الأخبار غير المؤكدة عن احتمالية عودتها. بينما شدد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن على التريث في إبرام عقود الحج. وطوال الفترة الماضية وحتى الآن حرصت شؤون الحرمين والمسجد النبوي على تنفيذ عمليات مكثفة لتعقيم يومي للمسجد الحرام والمسجد النبوي. التفويج. كشفت اليوم وكالة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن خطة التفويج بالمسجد الحرام حال فتح الطواف والعمرة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا التي تمت دراستها من قبل المتخصصين. وذكرت الوكالة أنه في حال تم فتح العمرة تشمل الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التسجيل المسبق للبيانات والأرقام للتواصل لقاصدي المسجد الحرام عند الدخول، كما تم تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم التداخل بينهم، كما سيتم توفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل، وفي حال ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعهم من الدخول وتحويلهم إلى المختصين في وزارة الصحة والكشف عليهم والتأكد من سلامتهم. وسيتم وضع خطة توعوية للقاصدين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين، استخدام المعقمات، عدم المصافحة، أداب العطس، والحرص على وجود مسافة آمنة بين كل الأشخاص في جميع الأوقات، ومنع حدوث أي ازدحام، ونشر الرسائل العلمية بعدم الحضور إلى شخص لديه أعراض أو كان مخالط لحالة مؤكدة خلال 14 يوم سابق، والسماح بالدخول للقاصدين بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية، وإلزام القاصدين بلبس الكمامة قبل القدوم للمسجد الحرام. وفي حال تم فتح العمرة أما في حالة تم فتح العمرة مرة أخرى فسوف يتم تخصيص صحن المطاف للمحرمين فقط، والدور الأرضي والأول والسطح للطائفين فقط، وتخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف، ووضع مسيران للطواف في الدور الأرضي والأول بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بالمسافة الآمنة، ويوجد فيها نقاط فرز التفويج وتخصيص وتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله للصلاة، وثلاث مسارات في صحن المطاف بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بالمسافة الآمنة، ويوجد فيها نقاط فرز للتفويج وتخصيص الدور الأرضي والأول فقط للسعي، وتخصيص أبواب المروة لخروج الساعين من مسعى الدور الأرضي، وتخصيص جسر النبي وباب الصفا للتفويج إلى مسعى الدور الأول والخروج من جسر المروة وسلم الرقوية، وتخصيص باب 98 و94 لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاق الدور الأرضي، وبعد الانتهاء من الطواف من باب أجياد، وتخصيص جسر أجياد من الجنوبية وجسر الشبكية من الجهة الغربية لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاف الدور الأول. إجراءات احترازية ووقائية. تشمل الإجراءات الاحترازية التي ستستخدم رفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع بواد زمزم للحد من انتقال العدوى، رفع السجاد في جميع المصليات والصالة على الرخام، استمرار تعليق سفر الإفطار ومنع دخول الأطعمة للمسجد الحرام، وضع ملصقات أرضية مرئية لتحديد مواقع المصلين وتحقيق التباعد الجسدي 2 متر تقريبا، استمرار غلق المسجد الحرام بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، والتعاون مع وزارة الصحة لتأمين فرق طبية على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.
خطة لفتح الطواف، وأوردت الوكالة خطتها في حال تم فتح الطواف، حيث سيتم تخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف وجسر النبي والصفا لخروج الطائفين من صحن المطاف عبر مشاية ومزلقان السلم، وتخصيص باب 94 و89 للدخول إلى مطاف الدور الأرضي وباب أجياد للخروج، وتخصيص جسر أجياد من الجهة الجنوبية وجسر الشبكية من الجهة الغربية للدخول إلى المطاف الدور الأول، وخروج من سلالم الأرقام الكهربائية وجسر الصفا، كما تخصيص سلم الملك فهد والشبيكة الكهربائية للتفويج إلى الأدوار العلوية لتوسعة الملك فهد، واستخدام مسارات لتنظيم الدخول من الساحات إلى المسجد الحرام، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد بينهم بالمسافات الآمنة، وتخصيص توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله للصلاة. وسيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين والدور الأول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع مسيرين للطواف في الدور الأرضي والأول بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بالمسافة الآمنة، ويوجد فيها نقاط فرز للتفويج. تجفيف المنابع والمنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة من ساعة مبكرة في الصباح خاصة يوم الجمعة، والتحكم في التفويج من الطرق والمحاور الرئيسية للمسجد الحرام، وإغلاق المنطقة المركزية خاصة يوم الجمعة. تنبيهات خاصة بالفنادق، وسيتم التنبيه على الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام بتقليل توافد النزلاء إلى مسجد الحرام والصلاة داخل الفنادق، وإضافة تصريح زيارة الحرم في منصة توكلنا للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام. الفرز من مناطق قريبة من المسجد الحرام، وعدم السماح بالدخول للعاصمة المقدسة من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء من قبل نقاط الفرز الأمني على الطرق والمحاور الرئيسية ومنافذ المنطقة، وعدم السماح بالدخول لغير السكان مدينة مكة المكرمة ومن يحمل تصريح بذلك خاصة يوم الجمعة. ماذا قالت وزارة الحج والعمرة؟ التصريحات الرسمية حتى الآن لم تشر إلى إعادة العمرة أو السماح بالحج. وفي إبريل الماضي دعا وزير الحج والعمرة بالسعودية الدكتور محمد صالح بن طاهر دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441 هجري حتى تتضح الرؤية للوباء وأثاره الحالية والمستقبلية، وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة في العالم. وقال بنتن في تصريحات خلال لقاء مع قناة الإخبارية إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الدفاع مهتمة بسلامة جميع المعتمرين، وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الذي كانوا ما زالوا متواجدين في مكة المكرمة ولم يستطيعوا العودة لبلدانهم. وبناء على الأوضاع الحالية تم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بسبب التعليق المؤقت احترازيا. ومن جانبه اتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج في مارس الماضي عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لهذه البرامج في ظل قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا يتفق شرعا مع دفع الضرر. وفي تعليقها على قرار وقف العمرة أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قرارها بتعليق العمرة المؤقت للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خوفا من انتشار كورونا، وقالت الأمانة إن هذا القرار يعد امتداد للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار الفيروس مجددا، معتبرة أنه قرار مسؤول وموفق تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم، حيث قررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها هو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ومدفعة فاسدة. وأضافت أن هذه الإجراءات الاحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخليا وخارجيا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق وقائية ممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل أثاره. دمتم بصحة وعافية، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.